الله يكرمك. بص عاملين كده ايه ده حمام نحت ونوديوت تمام. ايه تاني يا استاذ؟ وده ابو علي المطبخ برضه نحت مصوبه الغاز. لا ما تقلقش كل ده ان شاء الله شغلنا هتطلع سليمه يعني ان شاء الله باذن الرحمن. اللي انت عايزه يا استاذنا حاول ان والارضيات بتاعه المطبخ ماشي حاضر تمام. وده الحمام والبانيو هيتشال برضه. خد بالك ما بوش لا لازم هيتكسر. هيتكسر تمام ماشي بس طبعا الحاجات اللي ايه هي بالنسبه للفرد والحاجات دي كده لا الفرد والحاجات دي كلها هتتحل. مش عارف اقفلهم منين إيه. يعني هو صابون نعم ممكن صابون فيهم صح ليه؟ بيتكلم عن ميه المحبس؟ لا سهل هنجيبهولك انا هجيبهولك انا هتاخد منك احنا ان شاء الله الارضيات الشقه كلها صح؟ بص امين هي ارضيات الشقه كلها كده هتتشق كلها في البلكونه تمام كاملة متكاملة. الونش قريب من هنا انت كلمت عليه كل حاجة موجودة بس الونش مش دلوقتي هنظبط امورك وبعد كده عشان بس في شغل الغرف استاذنا الغرف هتتشال؟ اه تمام ماشي. الونش هيسهل على حضرتك يا استاذنا هيسهل على حضرتك عايز انزل وطلع اه هيجي